وهي اوبا ماما. صباح الفل والهنا والورد وكل حاجة جميلة. عاملين ايه حبايب قلبي؟ طبعا انا عايزة اقول لكم شكرا لكل حد بيبعت يدعي لي ويدعي الهرماس ويدعي النمر، انتوا على راسنا من فوق. دي اول نقطة. تاني نقطة عايزة اشكركم لان انتوا اللي فكرتوني بتطعيم الاربع شهور لهرماس، المفروض ان هو يكون اليومين دول. طبعا عايزة اقول لكم الكرة اللي ورا اللي بتتنطط دي، ده نمر في الشتاء وهو نايم عادي. يعني الكارثة الاكبر ان انا لازم اصحيه عشان نروح نطعم هرماس، اجازة من الشغل، فطبعا عايز يقضيهم نوم بس. سامعين المنبه؟ ما سيبكم من الكلام ده كله، مش هيصحى. واللي نايمه جنبه الصغنطوطه الكيوت دي بيبي هرماس برضو، اللي مش عارفه اصحيها ازاي. نحاول نصحيه مع بعض ونشوف هيعمل ايه، وان شاء الله كده يبقى يوم جميل جدا، ورب يبقى يوم كده سهل وسلس، وهنشارككم الاحداث كلها، وهنطلع نفطر بره، وهيبقى يوم جامد. بس الاول نشوف هنصحي الكره بتاعتي، الكره الفرو دي ازاي. نموري، عايز اقول لكم ان هو ده نموري. يا نمور انت تحت المخدة كمان. يا نموري اصحى عشان عندنا تطعيم، اصحى. كل الصوت ده والازعاج ده وفتحت الستاير وعملت كل الازعاج ده وانت نايم. تطعيم ايه؟ تطعيم هرماس. عامل تطعيم هرماس. انت عامل نفسك فقد الذاكره، انا قايله لك امبارح بالليل على فكره. ايوه قلت انك هتروح تطعمي هرماس. انا وانت وانا مالي؟ انا هو ولا هو انت مش ابوها ولا ايه؟ قوم ابوها مين بالله عليك، خلينا الجو متلج. يلا عشان خاطري يلا. اسكتي بس، في اسكتي عشان عايز انام شويه. في تطعيم، مش احنا اتفقنا امبارح بالليل ولا اتفاقات الليل اللي يطلع عليها نهار؟ وانت مش باباها ولا ايه؟ ما هو ماشي طب. ولا انت باباها في البطاقه بس؟ طب قول لي حاجه نتعوض في الصيف. طيب بالله عليك في الصيف ايه؟ قوم يلا. التلج عارف قوم. انا سرسوب الهواء داخل لي من بص من حتت، انا مش قادر اتحرك. سرسيب الهوا مش ملاحق عليها، مش قادر. عايز اقول لكم يا جماعه، هو لقى الكاميرا في وشه فبدا ايه ينكت. في العادي بيصحى بص وبوزه بيفتح باب الاوضه. عشان كده جبتكم معايا. سؤال، طب اسالك سؤال بجد، اسالك سؤال بجد. شايف ملايكه وانا صاحي من النوم؟ ما عندكيش جامعه. اسالك سؤال تاني وريت تغير الاجابه. والله ما اصحى غير لما تغير الاجابه. حاضر هغيرها، اتفضل. شايف انت جاي وحطها. ماشي. ايه وانا شايف ملايكه وانا صاحي من النوم؟ بصراحه لا. والله العظيم ما هقوم. مش قادره اغيرها. والله ما هقوم غير لما تقول الاجابه اللي بقول لك عليها. طب اتفضل. ما هسالك شبه الملايكه تقولي اه شبه الملايكه. ماشي. بقول لك ايه، هو انا شبه الملايكه اول ما اصحى من النوم؟ ايوه. كتاكيتو. لا 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 لا، هيقعد يلعب معاها ساعه ومش هيقوم. صباحه قشطه يا ناسو، صباحه جميل. بصوا قايمه يا عيني منفخه زي صباحه. انت مطع يا جميل. مشغل بعض، خديني جنبك. هما الاثنين صاحيين شبه بعض. بالله عليكم يا لابي، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا قمر ايش؟ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. انا مغرقاها بطاطين فوقها وتحتها وجنبها. مطع مطع صباح الفل. عامله ايه؟ احكي لي حلمتي ايه النهارده؟ عيني مطع يا جميل، مطع يا قمر. اعوذ بالله من دي تمطيعه، معلش يا نمر مش قادره اجامل. يا ابني انت بتمطع ولا بترقص نيجر؟ احنا مالناش ليه هنصحى بدري، احنا بتاع اخر النهار، احنا واخدين اجازه عشان خاطر نقعد مع بعضينا. والله العظيم يا ماسة، لومة عشان خاطرك انت انا ما كنت اتحركت من مكاني. لومة؟ ايه لومة دي؟ اسمها ايه؟ لولا. بجد؟ لولاكي لولا. بجد؟ يا بنت لومة ازاي؟ يا بنت عشان لسه احنا النوم كلام داخل في بعضه. يلا صباح الفل. يلا نبدا نوم. انا هوي على الصحيان بدري في الشتاء حاجه نيله. انا عارفه جوزي كويس، هو دخل الحمام اهو، بس انا عارفه ان هو كذاب. تعالوا اكد لكم. اتفضل. هو ده نمر. تعامل نفسك طبعا، عارفاك وحافظاك صم، قلت اشاهد الناس عليك. يا جماعه هو ما بيعملش حمام، يعني للناس اللي فاكره هو بيبقى قاعد كده حضرته ونايم عشان خاطر سيبني انام شويه. لا 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 لا، اموت من قله النوم. لا لا. موري بتعمل ايه اول ما بتصحى من النوم؟ بنام تاني. انا عارفه. يعني اهم حاجه يا بني شطور على فكره، مهم جدا، مهم جدا. طب ترد ايه على الناس اللي بتقول اسناننا صفرا؟ والله يا جماعه اضاءه، صدقونا اضاءه. هو عامل فيها كده.
اوكي احنا زي القشطه. لا احنا اسناننا لونها عادي جدا لو شفتوها في الحقيقه، ولا صفرة ولا اي حاجه، بس للاسف الاضاءه ممكن عشان كده حتى التبييض انتشر قوي، لان الناس لما بتشوف نفسها في الكاميرا بتحس ان اسنانها لونها اغمق من الطبيعي، فبقى كله بيعمل تبييض. القمر الكيوت الجميل اللي صباحه هنا ورد اللي تعبان، الف سلامه عليك يا بابا قلبه. يلا بقى نستحمى ونغسل شعرنا ده ونظبط نفسنا عشان نروح نطعم. يا رب يطعموكي. ادعوا لها يا جماعه، هي عندها دور انفلونزا كده، تعب لها مناخيرها حتى تسمع صوت خنفره، فمش عارفه بقى هل هيتم التطعيم النهارده ولا ايه بالظبط. يا رب اليوم يمشي عسل كده. زيك يا ماسه. احنا كرجاله ايه علاقتنا بالتطعيم؟ بجد بيضحك عليا الراجل. ليه علاقه بالتطعيم؟ مش هي الست هي المفروض بتنزل هي بالطعم؟ المفروض انت تروح تطعم وانا اللي افضل قاعده. ليه هو الجنه تحت رجلي مين بس؟ وانا مالي بالتطعيم؟ هي الجنه هتيجي من التطعيم. والله مش المفروض الجنه تحت رجلين الامهات عشان انتوا بتروحوا وبتيجوا وبتغسلوا وبتعملوا؟ لا هو على ماما غيرت لها يا ناس. بس هو ايه علاقه ده بده؟ هو ده جامب سوت، مش عارفه بيسموه ايه للاطفال، اللي هي سالوبيتا للاطفال، بس انا لبستها عليها جاكيت ده عشان تقيل قوي، وهو والايس كاب والشراب. امرايا من جوه، امرايا من جوه من بره برضه يا ناس. صباح الفل. احنا النهارده نتشكل فخدتنا، احنا النهارده نتطعم ونفضل نعيط طول اليوم. يلا يلا بينا. يلا نرتب الاوضه قبل ما ننزل. لا اول حاجه انت النهارده عليك انت ترتيب السرير، انا عملته امبارح. انت رتبته امبارح؟ هنكذب؟ ايوه مين رتبه امبارح؟ ما ترتب لوحده امبارح؟ انا كده مثلا هقول الكاميرا مثلا يا جماعه. هو ارسلي ترتب لوحده امبارح؟ طبعا انا اللي رتبته امبارح. هي جت على الحته اللي انا عوجتها وانا قايم دي؟ حتى اللي انت عوجتها ده انت ما شاء الله كله عارفك يعني حافظينك. شكرا يا جدعان شكرا اهو، عشان بس ايه الحته اللي بنام فيها اهي، دي الحته اللي بنام فيها. يا سلام، ده انا اللي لسه مرتباها. ما هي اهي ست انت حيلك. اوجهها تاني اهي، اتعوجت اهي، عشان بس ايه ما يبانش ان انا قصرت يا جدعان. ساعد زوجاتكم. شكرا. شفتها بس بيسو. طب بوظه تاني ولا ايه؟ بلاعب البنت، اهم حاجه اهم حاجه اسعدها. يلا بينا. يلا بينا يا ماسة. وادينا اهو صحينا ولبسنا وفقنا عشان خاطر الهانم تتطعم. مبسوطه؟ راضيه عننا؟ راضيه؟ لا اهم حاجه تبقى راضيه. قول راضيه عنك. راضيه عني؟ راضيه عني؟ راضيه عني؟ شيلي انت البنت ولا شيلي الشنطه؟ لا انا هشيل الشنطه، والله ظهري وجعني. طب ما برضه ظهري وجعني، انا لسه من النوم مش فايق. واحده عامله محشي. امشي. اوكي بما ان انا هشيل البنت انت اللي هتقفلي الباب. مفيش مشكله. يلا سلام. بس عماله تركز مع امها. ركزي يا بنت مع امك يا بنت، ركزي ركزي مع امك، وسيب ابوك اللي شايل هم وحمال الاسيه. ولا عمرك شلت. عايز اقول لكم ان الجو بره حر موت. الجو طلع حر قوي، وانا قاعد متلج وجايب الجاكيت وكوفيه. اه والله هموت. مش قادره اجيب النفس، مش فاهمه ازاي. ايه اللي ماسه حبيبتي؟ انت ايه نظامك مع الايس كريم؟ انا هتولد فينا ده. البيت تلج مقارنه ببره. ايوه الجو حر قوي، يعني حر فوق ما اي حد متخيل. هنتسلخ بجد موت. طب دلوقتي نبدا بقى نتجه. بصي مساميسو عامله ايه؟ مساميسو عايزه تبص للكاميرا. هنطلع نطعمها وان شاء الله ترجع زي الفل زقزوقه القلب دي. يا رب بس يطعموها عشان دور البرد اللي عندها. يلا عارفه ما طعمتيش، هتنزلي بكره نطعم لوحدك، ما تقلقنيش معاكي. قلبي خايفه؟ ما تخافيش والله ما تخافيش، هي زقزوقه كده صغنونه. يا ربي خايفه يا ناس. والله هي خايفه اكتر من شكلها في الكاميرا. احنا من ساعتها ليه؟ مرعبين الاطفال. يا عيني عيطت وقلبت الدنيا يا ناس. يلا واحد لكم كل اللي بيشوفنا ما بيسلمش علينا. ايه رماس عايزين نشوف يا جماعه. عيطت يا عيني وكانت خلانا اعيط معاها جوه. احساس صعب. اقول لكم ان تطعيم الشهرين ما كانش صعب يا جماعه زي دلوقتي. مثلا سؤال، هو ليه يعني بص كده الجو حر قوي، اطلع بره الدنيا تلج قوي؟ قلبي بابا، بابا قلبي مرات من كتر العيط عليا. والله انا اسف. الف سلامه عليك يا بابا، الف سلام عليك يا روح قلبي. يا لابي عارفين اللي بيضحك في اصعب الظروف يا حبيب قلبي. والله عايزه اقول لكم يا عيني عماله تبدل برجليها، والحمد لله قالوا عادي حتى لو عندها دور برد تاخد التطعيم عادي الحمد لله، لانه تطعيم شلل الاطفال ومجموعه حاجات كده مش فاكره منها ولا كلمه.
ماسة عايزك تخش تقولي للصحة اقول لهم ميرسي بجد بجد. بنشكر كل اللي بيشتغل في الصحة، انتوا بتتعبوا قوي يا جماعة، ربنا يبارك لكم. الدنيا زحمة جدا، دكاترة موسعين خلقهم، واستحمل ده بيعيط وده بيشتكي وبالراحة على البيت وبالراحة على الواد، بجد ربنا يعينكم، بجد بنشكركم. وقولوا لي بقى اعمل معاها ايه، اديها ستال اديها حاجة تانية، لانه البنت بقى يعني من كتر ما عيطت انا اعصابي تعبانة. وصلنا البيت اقول لكم اتفرهدنا، قلبي بابا اللي صحيت من النوم كل الوقت في العربيه عماله تعيط وتصوت، دعواتكم ليها وان شاء الله تبقى زي الفل. اهم حاجه المشكله ان الطفل عايز يحرك رجله وهي كل الالم في رجليها، فهديها سيتال دلوقتي لان سخنت ان شاء الله باذن الله. دعواتكم ليها، لو حد عنده اي بقى يعني اي معلومه ممكن يعني يقول لنا نعمل معاها ايه النهارده او هيحصل لها ايه، يا ريت تقولوا لنا يعني، اكتبوا لنا في الكومنتات كده او خش ابعتوا لي على الانستجرام. انا بس سلم على القمر دي القمريه اللي النهارده خدت حقنتين في رجليها، حقك علينا يا بياضة. يلا باي باي. مالك